في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية وفي الدستور القطري أيضا، هذا والله لن نرضاه ولن أرضاه ولن يرضاه أي حر. ما تحسبوننا؟ أتظنون أننا سنعيش في هذه الأرض كالأنعام، نأكل ونشرب وننام؟ لا والله، لا أقبلها على نفسي وعلى ولدي وأهل بيتي أن يكون أمري في يدي غيري. إذا أصبحنا مماليك لكم تفعلون بنا ما تشاءون. نحن لا يهمنا أين يذهب المال العام، فكل يحاسب بعمله يوم القيامة. ولا يهمنا المناصب، فكل له رزقه. ما يهمنا هو أن لا تنتقص مواطنتنا. وأنتم تعلمون أننا من أهل الكريهة والطعام، ثبتنا مع أجدادك يا سمو الأمير ونثبت معك في أزمة الحصار. نحن لا نقبل وقت الطمع ونفر وقت الفزع، وأنت وسمو الأمير الوالد يعلمون ذلك جيدا. ختاما، لا أملك بعد هذا الخطاب إلا أن نقول أنتم من دفعتمونا لذلك، وأنتم من وضعتم هذه القوانين الغير دستورية لترفض، وسنطالب بحقوقنا وكرامتنا في هذا الوطن ومن داخل الوطن، حتى لو كتب لنا الموت في سجونه نموت بكرامتنا ولا نعيش في ذل الانتقاص. وأنا وبالنيابة عن كل مواطن حر يحترمك يا سمو الأمير ويقدرك، نسألك أن لا تدفعنا إلى ما تكرهه منا ونكرهه منك، ونرجو منك الرجوع في الحق، فهي منقبة للقائد وليست منقصة. وأرجو من الله أن يهدينا ويهديك إلى سواء السبيل، ويجمعنا على كلمة سواء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخوكم الفقير بالله الدكتور هزاع بن علي وشريدة العذبة المري، بصفتي مواطن ومحامي أقدم هذا الخطاب، وأرجو أن يلامس كل الشعب القطري وقيادته، وأرجو أن لا يسوق هذا الخطاب لزرع الفتنة أو